أمجد المصري، مدير مركز تكنولوجيا التعليم والإبداع في جامعة فلسطين التقنية خضوري. إحنا اليوم بصدد تنفيذ ورشة عمل خاصة بمشروع فلفل. مشروع فلفل هو عبارة عن برنامج لدعم الشباب والشابات دون سن 30 في فلسطين لمن يرغبون بتقديم أفكار لمشاريع تدعم المجال الزراعي. طبعا احنا في جامعة فلسطين التقنية جامعة تقنية وجامعة فيها كلية زراعة، مهتمين في نشر فكرة هذا المشروع ليستفيدوا منه الطلاب ويقدموا أفكارهم. طبعا المشروع يطبق في مجموعة من الجامعات، هو ثمرة تعاون بين ملتقى الأعمال في جامعة بيرزيت ومنظمة كير وأوكسفام ومدعوم من الحكومة الأسترالية. طبعا الهدف من هذا البرنامج انه هو دعم الطلاب اقل من سن 30 انه دعم المشاريع الزراعية في هذا المجال. طبعا بيقدموا انه دعم لهذه المشاريع انها تكون ريادية.